الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ربما تكون مرأة ذات شخصية قوية، ربما تكون مرأة متعلمة، ربما تكون مرأة ذات إحسان وتقوم بالخدمة والعمل، فيأتيها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لتتنمر على زوجها، لتستعلي عليه، لترى نفسها أفضل منه، وهو هذا مزلق من مزالق الشيطان. المرأة مهما بلغت في العلم والفضل والخدمة هي تحت زوجها، هذا في الدنيا حكم الله. في الآخرة نعم ممكن تكون هي في مرفع، في منزلة في الجنة أرفع منه، وربما تكون هي في الجنة هو أصلا في النار والعياذ بالله كما قلنا، لكن في الدنيا لا، في الدنيا حكم الله. الرجال قوامون على النساء، فعليها أن تصبر على هذا، بل هذا النظام الرباني جعله لأجل مصلحة المرأة، فقوامة الرجل على المرأة هي حفظ ورعاية، والرجل سند للمرأة وحماية، وهو الذي يقوم بإيوائها في بيته، ويقوم بإطعامها، ويقوم بكسوتها، ويقوم بأمرها. فمهما حاولت المرأة لا تستطيع أن توفيه حقه، هذا ينبغي أن تعلمه المرأة. والرجل بطبيعته الله تعالى فضله بالقيادة في نفسه في عقله، يفوق المرأة من هذه الناحية، ولذلك هو موضع القيادة. هذا لا يخل بشأن المرأة ولا بحقها، لها حقوق كثيرة على الزوج، ويجب عليه أن يقوم بحقها. وفي كثير من الأحيان نرى أن كل حق يقابله واجب أو حق من الطرف الآخر، لكن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. حكم الله درجة، لكن الآن في هذا الزمان يريدون أن تتمرد المرأة على الرجل، ويصورون القوامة من الرجل على المرأة بأنها ظلم وتسلط وانتهاك لحرية المرأة وبخس لحقوقها، ويصورون للمرأة أن القوامة سواء كانت بولاية الأب أو الزوج هي نوع من اضطهاد المرأة ووصاية على المرأة، وكأن المرأة ناقصة فتثور غريزة المرأة، وخاصة من البنات المتعلمات الآن ألا يقلدن الغرب وأفكار الغرب الهدامة، فتبدأ النزاعات في البيوت رأس برأس كما يقال، يعني أو كلمة وهي كلمة، كلمتين كلمتين، وهكذا تقول ما مثلي مثلك، ما أنت ما لك شيء، وفي النهاية يؤدي الأمر إلى صدام وخصام، وقد يؤدي في الغالب إلى الطلاق. عدد نسب الطلاق الآن مرتفعة جدا للأسف الشديد، وهذه من أكبر الأسباب هذه الأفكار. نحن لا نقول بتسلط الرجل، لا نبيح ذلك، ربما فعلا تكون هناك قصص من تسلط الرجال على النساء بظلم وبغير حق، هذا باطل وهذا ضلال وننكره، ولا يجوز للرجل أن يعتدي على المرأة وأن يبخسها حقها. هناك من الرجال للأسف الشديد من يظلمون النساء، من يضربونهن بغير حق، من لا يوفرون لهن السكنى والنفقة والكسوة، هذا باطل لا نقره. والمرأة وللمرأة الحق أن تطالب بهذه الحقوق، وأن تستعين بأهلها إن اضطرت إلى ذلك، وإن لم ينفع فتستعين بالقضاء أيضا لتطالب بحقها. لكن أتكلم هنا عن وفاء المرأة لزوجها، هو وفي لها إذا تكون وفية له أيضا مهما فعلت، لا ترى لنفسها فضلا عليه،
ولا تستعلي عليه، بل كلما ازدادت إحسانا إلى زوجها ترى بأن هذا طريقها إلى الجنة. هي في الحقيقة لا تحسن إليه، ولكن تحسن إلى نفسها، لأن الله تعالى سخره لها ليكون طريقها إلى الجنة، فينبغي أن تشكره.